الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمسيتم؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. هل لديكم مجالا؟ لكم؟ لي ستة. حسبك إذا، واحد هو الأهم عندك الآن. الحقيقة أنه لا يوجد مع الأسف حتى اليوم في المكتبة الإسلامية كتاب يصلح أن يكون جوابا لذاك السؤال، ولكن لا شك أن هناك فرقا بين مؤلف في السيرة ومؤلف آخر فيها. فهناك السيرة النبوية التي أفرزت وفصلت من كتاب تاريخ الحافظ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية، فقد طبع مفصولا عن التاريخ أظن في 3 مجلدات. هذا يعني خير ما كتب في السيرة، لأنه يعنى ببيان ما صح مما لم يصح فيما يتعلق بالسيرة النبوية، وهذا على الغالب وليس على الاضطراد. أيوة. نعم. أعد لي العنوان أكتبهم. السيرة النبوية للحافظ ابن كثير. أيوة. طبعا هذا فيه محقق ولا تحقيق نفس ابن كثير؟ ما بهم، المحققون اليوم يعني اسم بغير جسم. أيوة. وجزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. نفعنا الله وإياكم بعلمه، وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء.